في الايام اللي فاتت دي ضجه كبيره جدا على الساحه الرياضيه، ويمكن في قرار تم اصداره منذ قليل وعايزين نعرفه من حضرتك. حقيقه بعد ان نقدر نقول انه على الاعصاب على تقريبا حوالي يومين من المتابعه، على اعتبار انه لجنه الطوارئ بالاتحاد اليومين الماضيين، ولكن للاسف كان هناك تخبط داخل الاتحاد الافريقي على اعتبار انه كانت هناك توافقات، خاصه انه صوره الاتحاد الافريقي اصبحت على المحك بعد الصوره المهزله التي شهدها العالم يوم الجمعه الماضيه من خلال نقدر نقول انها مهزله غير مسبوقه، او ما يسمى هنا في المغرب بفضيحه القرن، بعدما انه تم توقيف المباراه منذ الدقيقه 65 وتم اعتماد الفريق التونسي فائزا باللقب، لكن القرار وهو قرار رسمي وقرار يعني موثوق على انه تم رسميا انه اعاده المباراه الى الصفر، انه سوف تجرى مباراه فاصله بين الفريقين الوداد الرياضي والترجي التونسي، ومطالبه وهذه المهزله، والمهزله يعني اسمعي معي جيدا اختي شيما، ومطالبه الفريق الترجي التونسي باعاده الكاس والميداليات في اقرب وقت ممكن. يعني اللقاء النهائي ما بين الترجي التونسي والوداد المغربي هيتم اعادته مره ثانيه، طب هل مثلا الميعاد او المكان اتحدد ولا لسه؟ حسب التسريبات او الاخبار التي استقيتها قبل قليل فهناك يعني لن يكون الا في مصر، وتحديدا برج العرب، وبعد نهائيات امم افريقيا، على اعتبار انه لم يعد متسع من الوقت لاعاده المباراه، خاصه انه نحن على بعد تقريبا اقل من اسبوعين على انطلاق الفعاليات الافريقيه في الشقيقه مصر، وبالتالي فتقرر يعني في اجراؤها في ملعب برج العرب وبدون حضور جمهور، بلا جمهور، على اعتبار انه تفادي يعني اندلاع الشغب بين الجماهير او شيء من هذا القبيل، وبالتالي ستكون المباراه فاصله في برج العرب بعد اعتقد في شهر اغسطس شهر اغسطس المقبل ان شاء الله. هل تعتقد ان هيتم برضه الاستعانه بتقنيه الفار اللي هي تقريبا كانت سبب المشكله دي، او ان هي ما اشتغلتش كان سبب اكبر مشكله حصلت في اللقاء؟ ليست ما اشتغلتش، كان هناك تعمد الا تشتغل. حقيقه السيناريو اعيد، يعني لو تتبعتي انه كان فريق الاهلي المصري كان هو الضحيه الاول لهذه، لانه تم تغييبها في مباراه نهائي الترجي والاهلي، وتم تكرارها مع فريق الوداد. صحيح. وهذه مهزله. صحيح. اذا احتكرنا الى ان هناك المباريات يعني يجب ان يكون فيها تكافؤ الفرص، فالفار كان حاضرا في الذهاب في مدينه الرباط، وغيب واسطر غيب عن تعمد، بتعمد غيب الفار خلال النهائي بتونس، وفي اساءه كبيره جدا للكره الافريقيه، مهما دعيني اقول لك حتى لو اتخذ هذا القرار، فاظن بل اجزم انه اصبح لازما على انه احمد يقدم استقالته على الفور، وهو والطاقم المكتب التنفيذي للكاف، على اعتبار ان هذه فضيحه القرن. كان مساء الفل على حضراتكم، ودايما منورين ومشرفيني في بيتكم الاهلي وقناه الاهلي. كل سنه وحضراتكم طيبين الاول بمناسبه عيد الفطر المبارك، دايما طيبين ودايما بخير ودايما في رضا من الله سبحانه وتعالى، وكل عيد وانتم دايما بخير. اخبار كتير جدا حصلت اليومين اللي فاتوا، تعالوا كده اقول لكم بسرعه اهم الاخبار اللي حصلت في ال 24 ساعه تحديدا اللي فاتت، واهمها خطاب الكاف اللي قال فيه باختصار كده الاتحاد الكره المصري، قولوا لنا الثلاث فرق اللي مشاركه في دوري الابطال افريقيا والكونفدراليه. حطوا الاتحاد المصري في ورطه كبيره جدا جدا، الاتحاد اللي جه الخطاب اللي جه من الاتحاد الافريقي بيؤكد على قيمه النادي الاهلي. قيمه النادي الاهلي في ايه؟ في قراراته، قراراته بياخدها دايما بعقلانيه، بياخدها دايما بتاني، وبتكون واضحه، بيكون اهمها المصلحه العامه للجميع قبل مصلحته هو شخصيا. ده قرار أو الاتحاد الخطاب الكاف اللي أرسله الاتحاد الأفريقي لاتحاد الكرة القدم المصري. ده الخطاب قدام حضراتكم، مفاده زي ما قلت لحضراتكم قولوا لنا بسرعة ثلاث فرق قبل يوم 30/6 علشان نعمل حسابنا فيه. طيب عندنا احتمال يكون في أربع فرق، احتمال يكون في اثنين كونفدرالية، احتمال ولا أكيد يا جماعة؟ لسه أكيد أكيد اتنين كونفدرالية واتنين أبطال أفريقيا. الأهلي خلاص زي ما حضراتكم عارفين الحمد لله دايما الأول، الحمد لله وبإذن الله الأهلي دايما الأول، فخلاص مكانه في
بطولة أفريقيا المفضلة بالنسبة له إن شاء الله تكون مناسبة. هنتكلم برضو عن هذه البطولة وتداعياتها واللي حصل في مباراة الترجي والوداد اللي فاتت. طيب قدام اتحاد الكورة حلين ما لهمش تالت، يا إما يبعت للاتحاد الأفريقي الفرق اللي شاركت النسخة الماضية اللي هم الأهلي والإسماعيلي والزمالك. الأهلي بصفته كان بطل الدوري، الإسماعيلي الوصيف، والزمالك كان في المركز الثالث، أو يلعب المباريات قبل 30/6. فلسه مش عارفين هيحصل إيه. كان زمالك ومصري قلنا في كونفدرالية، وكان أهلي وإسماعيلي في دوري الأبطال. هل دوري الأبطال زي الكونفدرالية؟ أكيد لا طبعا. في فرق زي بيراميدز ممكن تتضرر من هذا القرار لو اتحاد الكرة المصري اعتمد الأربع فرق اللي شاركوا في النسخة الماضية، 2 في دوري الأبطال أهلي وإسماعيلي، و2 في الكونفدرالية كان الزمالك والنادي المصري. هيحصل إيه في الساعات القادمة؟ اتحاد الكرة هياخد قرارات إيه؟ مش عارفين. لكن زي ما قلت لحضراتكم، الخطاب بتاع الاتحاد الافريقي بيؤكد على اهميه قرارات النادي الاهلي، وبيؤكد دايما ان قرارات النادي الاهلي هي قرارات صحيحه 100%. الاهلي لما خد قرارات قال ان احنا مش هنستكمل اللعب، زي ما حضراتكم عارفين القرارات اللي خدها النادي الاهلي، والكل كان قبل كده بيطالب النادي الاهلي بلعب ماتشاته، وقالوا ان ده الفير. وسمعنا فرق كتير جدا بيقولوا لا احنا متضامنين طبعا مع الناس اللي قالوا النادي الاهلي يلعب ماتشاته كلها علشان يبقى فيه فير في الدوري العام. لما الاهلي طلب كده الدنيا قامت وما قعدتش، لغايه لما الاتحاد الافريقي ارسل خطاب رسمي لاتحاد الكوره بيقول فيه يا جماعه قولوا لنا الاربع فرق اللي هيشاركوا في دوري الابطال والكونفدراليه، خلاص ورطه ولازم يحددوا فيها مصير الدوري في الساعات القليله القادمه. مش عارف هيعملوا ايه بصراحه، لكن كده كده الاهلي خلاص ضامن مكانه. الزمالك هل هو هيبقى الكونفدرالية؟ هل بيراميدز هيتكلم وهيقول لا يا جماعة احنا لينا مصالح واحنا لازم نروح في دوري الأبطال، احنا عندنا فرصة في لسه يعني بالورقة والقلم دلوقتي في الجدول. الأهلي 74، بيراميدز 70، الزمالك 68. الزمالك عنده 3 مباريات. ساعتين من الزمن أهم أخبار الكورة النهاردة في العبها صح، خليكم معانا. زي ما عودناكم هنبدا على طول باجنده اليوم، نعرف كل احداث اليوم الرياضيه، خليكم معانا. زي ما عودناكم هي هنستعرض فيها العالم. كريم الخبر الاولاني معاك. دقت ساعه العمل، أجيري يجتمع مع لاعبي المنتخب في معسكر مغلق بداية من الثانية 10 ظهر الخميس للدخول في المعسكر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. بالتأكيد معسكر مهم جدا لمنتخب مصر، كله تركيز بإذن الله، كله اجتهاد وكله شغل وكله حاجات وأمور فنية بإذن الله تفيد منتخب مصر في كأس الأمم اللي إن شاء الله نتمناها، وأكيد بإذن الله نرغب بأنها تكون جوه أرض مصر، البطولة الغالية تحت أرض وملاعب الكرة المصرية، بالتأكيد تحت مراقبة أعين الجماهير المصرية وتشجيعهم. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب المصري. وأول يوم للمعسكر أعتقد الضغوط هتبدأ من أول يوم على المنتخب، ضغوط عليه موجودة لحد آخر يوم في البطولة بإذن الله، لحد ما يوصل للنهائي. نتمنى اليوم كل التوفيق وكل النجاح بإذن الله. إن شاء الله. طيب ممكن الخبر الثاني ومن التوب 5، يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسير نهائي دوري أبطال إفريقيا التي جمعت بين الوداد والترجي يوم الجمعة اللي فات في اجتماعه اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بعد ما تأجل القرار ده من امبارح. كان الاتحاد الافريقي قد أجل إعلان القرار في جلسة الأمس، وتم تأجيل الاجتماع إلى اليوم. أعتقد أنظار العالم كله، أنظار كل المهتم بالكورة، لأنه يوم الجمعة 31 مايو كان يوم يعني تاريخي. أعتقد يوم يا إما نقطة سودة الاتحاد هيعيد فيها المباراة مرة تانية للولاد، أو هيكون يعني القرار أعتقد الناس كلها منتظرة، مش بس المغرب يعني، مش بس الوداد البيضاء. صحيح، بالتأكيد الموضوع هيبقى صعب جدا على الاتحاد الأفريقي. النهاردة في الغالب هيكون في مفاجأة، ربما تعاد المباراة في أرض محايدة، ربما يسحب اللقب أصلا من الترجي، وده أقصى حاجة ممكن نوصل لها. المشكلة أنه أي قرار هيكون في مصلحة الوداد أو أي قرار
يخالف فوز الترجي بالبطولة، الجانب التونسي أو جانب الترجي أكيد هيكون إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.